النادي قبل كان داروا أندية في 94 تقريبا داروا قرار ممنوع أي واحد يشارك في لعبة إلا بيشارك في لعب القوة، قرار رقم واحد داروه، فهم كلهم شو بده يسجلوا فيه يدفع فلوس لاتحاد لعب القوة باش يعطيه ورقة أن هو مشارك. هذه هو زي ما نقوله واحد بيعالج شيء، عالج الخطأ بالخطأ. وانا كنت حاضر البرنامج هذا، بدي النادي بدل يأهل ويدير لعب قوة يوم البطولة يجيب لي فريق لوسط من الملعب جاهزين، هاي بالرجل واي يتم يروحوا يقولك شاركنا أعطينا شهادة، أعطوه شهادة. أنت هنا ما طورتش اللعبة، بس فهمت كيف؟ لازم العلاج يكون من جنس العمل من داخلك. أنا لما بتطور من اللعبة بتطور من اللعبة نجيب الخبراء متاعها الناس، ولا هم أهم حاجة؟ فلوس ما فيش على الامكانيات الماديه. ما تدريش انت تقول لي والله لا اللي بيشارك في القدم لازم يشارك في العاب القوه شرط اساسي. هذا من العام ما العام يمشي وسجل عليه، ولما بيجي وقت البطوله بيدير العاب القوه بيجي نادي الظهر افتراض جيب لي فريق لوسط، او نادي سين جيب لي فريق بيشارك به من شعار الظهر، هم ملاعبين قدم واضحين. هذا الشرط ما ينفعش، فهمت كيف؟ ولا يجي يقول له وين هو خليه في الجهه هذيك وانت برا فريقك برا مغرب، فهمت كيف؟ وتجي تلقى المحصله صفر، حتى التكنيك الناحيه الفنيه ما فيش. 2009 2010 ايه تخصصيه والانديه العامه، بالتالي داروا انديه تخصصيه، ما انا نادي يتخصص في لعبه واحده. احنا مش ضد التفكير هذا. معاناتنا ان احنا عدم درايه. لما جيني دعوه لحضور اجتماع جمعيه عموميه في اتحاد من الاتحادات ونمشي بدون معرفة بدون دراية، فنبدأ يمر علي كل ما هم فاعلين أو مدارين أو أخطاء جسيمة، الأخطاء موجودة جسيمة، ونرفع يدي بالموافقة وتمر الميزانية ويمر النظام الأساسي وتمر كل ما هم داروه خاطئ نظرا لقلة درايتنا الإدارية. لكن لما نكون احنا واعيين لهذا الأمر، لما نكونوا احنا عارفين بكل حيثيات مهام الجمعيه العموميه ودور الانديه في الجمعيه العموميه في الاتحاد، سواء الجمعيه العموميه في النادي على مجلس اداره النادي او الجمعيه العموميه في الاتحاد والمكتب التنفيذي المسؤول عن اللعبه، معاناتنا هي تمرير كل ما هم يبوا يمشوه بافكارهم وليده اللحظه واللي هم يبوها تمر نظرا لعدم تسكير ميزانيات حسب ما هو مطروح، اعتماد ميزانيات وتحويلها لوزارة الشباب والرياضة، وأخذ الجزء الثاني أو القسط الثاني بدون ما تكون الجمعية العمومية عندها علم. وهذا دور الجمعيات العمومية في اللي هي الأندية اللي هم أعضاء جمعية عمومية في الاتحادات. النقطة الثانية تمرير النظام الأساسي لكل اتحاد بعدم الاطلاع. يفترض كل اتحاد قبل اجتماع الجمعية السنوي يعرض عليك، لو هو بيدير نظام أساسي يعرض عليه الجمعية العمومية ويوزع وتناقشه أنت سواء عندك مستشار قانوني أو عندك ناس متخصصة في هذا المجال ويوروا لك نقاط الخطأ وين والضعف وين باش أنت تناقشها معهم، وبعدين تندار مسودة وتعتمد اعتماد رسمي من الجمعية العمومية مش من المكتب التنفيذي. لا يحق المكتب التنفيذي إسقاط أي عضوية منتخبة من أعضاء مجلس إدارة متاع الاتحاد، لا يحق. هو يقبل الاستقالة ثم يعرضها على الجمعية العمومية ويقرر الجمعية العمومية بإسقالة الشخص سواء أو من عدمه، يعتمدها يا أما نقيلوه ونكلفه شخص ثاني يا أما ما نقبلوش استقالته ونخلوه يستمر في العمل متاعه.
إبراهيم الأمين درمان رئيس مجلس إدارة نادي زناتة. طبعا نشكر جمعية كرة اليد لفرع طرابلس اللي قامتها دورة إدارة الرياضيين بأندية طرابلس والأندية المجاورة، ونشكر نادي نجوم قرقارش على استضافتهم المحاضرة، ونشكر الأستاذ المقدم المحاضرة طبعا، ونشكر إذاعة بانوراما اللي كم عدد المشاركين والله تقريبيا 43 نفر هكي. الدورة استمرت لمدة 3 أيام طبعا، كانت في الفترة الصباحية، والاستفادة 100% إن شاء الله. أولا نشكر نادي نجوم قرقارش على استضافة هذه الدورة، ونشكر جمعية أسرة كرة اليد اللي قامت هذه الدورة، وهذه الدورة كانت ناجحة وجيدة وبها معلومات نستفيد منها جميعا في الإثراء للبطولات المحلية. احنا بلا مس الحاجة للدورة هذه في الوقت، فيها مس الحاجة لهذه الدورة، وأتمنى أن تكون دورات متتالية، وأخص بالذكر للإداريين للفرق التي تشارك الفرق سواء الألعاب الجماعية أو الفردية التي تشارك في البطولات المحلية والخارجية. باسمي وباسم مجلس الرياضة نشكر أسرة كرة اليد وعلى هذه الدورة، ونشكر نادي نجوم قرقارش على هذه الاستضافة الكريمة، وهذا طبعا يعني مش غريب على أسرة كرة اليد، ونشكر كل من كان السبب في هذه الدورة اللي يعني فعلا تمنيت أنا واحد من الناس يعني كنت موجود فيها، ونتمنى يعني من الأسرة ونادي نجوم قرقارش يعاود هذه الدورات اللي استفادة في يعني مجموعة من الشباب أو من أي واحد يعني حتى في العمر بيكون كبير لازم يكون ملم بالمعلومات الرياضية، وهذا شيء احنا نفتخروا به بصراحة، وشيء انزاز لكل اللي بيينه، ونتمنى لكل من نحضر كل التوفيق وكل النجاح، واحنا كمجلس رياضة متعاونين مع أي جهة تنظم في أي معلومة رياضية يعني نكون احنا موجودين في الحدث، ومشكورين كل أي جهة يعني كانت مدت يد العون لهذه الدورة، مشكورين مرة تانية، وبارك الله فيكم وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. في البداية أشكر قناة بانوراما ليبيا بانوراما على اهتمامها بالحدث ومواكبة الأحداث ودعما للمؤسسات المجتمع المدني في إبراز ثقافة المجتمع والرفع والرقي من مستوى ثقافة المجتمع. طبعا هذه الدورة كانت دورة في الإدارة الرياضية اعتمدت منهجيتها على المفردات، وهي مفهوم الإدارة الرياضية وتعريف الإدارة ومكوناتها ومستوياتها وعلاقتها بالإدارة العامة، ثم تطرقت إلى تنظيم وإدارة المنافسات الرياضية من أم أنواع التنظيمات، ثم إلى أعداد طريقة طرق أعداد التقارير وطريقة كتابة التقارير الإدارية. طبعا الدورة هذه تخللها الجانب العملي في اليوم الأخير والختامي، تخللها الجانب العملي، طبق الدارس عمليا اللي أنواع التنظيمات الإدارية وطريقة التنظيم والإدارة طريقة التنظيم الجيد للبطولات. طبعا هذه الدورات
ترفع من مستوى وكفاءة الإدارية الأندية داخل الأندية وكذلك داخل المؤسسات الأهلية الرياضية والمؤسسات العامة. نشكر كل الشكر أسرة جمعية أسرة كرة اليد على اهتمامها بالجانب وكذلك نادي نجوم قرقارش الاهتمام ورعايته لهذه الدورة. ثم في الآخر نشكر مجلس رياضة بطرابلس على توليه الإشراف واعتماده لهذه الدورة وهذه الشهائد، وشكرا للجميع. أولا نشكر قناة بانوراما على هذه المتابعة الممتازة زي العادة، وحقيقة أنا أول حاجة تشرفت أن أنا أكون من ضمن الحاضرين في ختام هذه دورة الإدارة الرياضية، واللي نظمتها مشكورة جدا جمعية أسرة كرة اليد فرع طرابلس، واستضافة رائعة من نادي نجوم قرقارش، هذا النادي اللي بصراحة يقدم في أشياء في فترة وجيزة رائعة جدا. في اعتقادي في مثل هذه الدورات يحتاجها الكثير مننا، خاصة أنت عارف الإدارة الرياضية علم توا في الوقت الحالي، ومن حين لآخر في مثل هذه الدورات تكون الاستفادة مهمة جدا. نتمنى كل اللي أخذوا هذه الدورة أن هم بقدر المستطاع يطبقوا الشيء هذا فعليا داخل أروقة الأندية والإدارات الرياضية. مرة أخرى نشكر المحاضر الأستاذ حسن بن ملاهم الكفاءة الليبية اللي أعطى هذه الدورة، وختاما أنا نتمنى التوفيق لكل الأم. وفي عندي ملاحظة ممتازة جدا اللي هي في مزيج لأخذين الدورة في الكبار في السن، هذا يعطوا للشباب الصغار يعني حافز، شوف حتى برغم كبير في السن أنه قاعد يأخذ في دورة. إذا العلم مهم جدا، نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. رسالتك كحكم دولي شنو يرغب أن تقوم الدورة، هي شنو تنصح بها من أما جهة تكون ترعاها؟ يفترض المؤسسات الأهلية كاللجنة الأولمبية الليبية وكالاتحادات العامة بصفة عامة الرسالة أن هي يعني تكثر من هذه الدورات، وخاصة التركيز بقدر المستطاع على الفئة من الشباب، وخاصة في بعض الرياضيين ممكن سمحني في القصة ممكن ما نجحش فنيا ممكن ينجح إداريا، نستقطب هؤلاء الرياضيين في جميع الألعاب أنه يقتحم الجانب الإداري الرياضي إن شاء الله. هذه نصيحتي لهم إن شاء الله. أهلا بك السيد عبد المجيد وإذاعتكم الموقرة إذاعة بانوراما، حي جميع الطاقم معك. طبعا دورة الإدارة الرياضية في أمس الحاجة لها، الأندية والأجسام والهياكل الرياضية في ليبيا في أمس الحاجة لها، وخصوصا الدورة هذه استهدفت إداري الأندية وإدارة النشاط المدرسي وإدارة مكاتب الشباب والرياضة بالمنطقة الغربية. دورة كان المحتوى التدريبي متميز، كانت مكثفة خلال 3 أيام. نتمنى الكثير من هذه الدورات. الإقبال كان غير عادي في حدود 43 شخص أو 44 شخص، كان إقبال غير عادي، كان التزام من الحضور، التنظيم كان على مستوى عالي جدا. في أمس الجزئيات البسيطة يا إحنا محتاجين لها. هلبا سيد عبد المجيد، دورة يعني نجوم قرقارش كيف كان التنظيم؟ طبعا التنظيم كان من جمعية أسرة كرة اليد، وكانت من المكان من إدارة نجوم قرقارش، ومشكورين جدا إدارة النادي وعلى رأسهم السيد الهادي التليب طبعا، والاعتماد الرسمي من مجلس الرياضة طرابلس. كان تعاون ما بين 3 جهات، والتعاون كان مثمر بشهادة جميع الحضور. وزي ما قلت لك أخوي عبد المجيد، الدورات هذه مهمة للإداري الرياضي والإعلام الرياضي، جميع مكونات الأسرة الرياضية مهمة دورتها. هي طبعا هي مستويات، يكون المستوى الأول المستوى الثاني المستوى العام. السيد الحسن بن ملاهم محاضر معروف، نشكر جميع من كان له يد في المساعدة في إنجاح هذه الدورة. نلتقي اليوم في حفل اختتام الدورة التدريبية للإدارة الرياضية والتي تنظمها جمعية أسرة كرة اليد فرع طرابلس، وبإشراف مجلس الرياضة طرابلس، وبرعاية إعلامية كريمة من شركة السنابل الذهبية للخدمات الإعلامية، وباستضافة كريمة من نادي نجوم قرقارش. بداية نرحب بالضيوف الكرام، الأستاذ محمد بحر اللاعب الدولي السابق وممثل عن مجلس رياضة طرابلس. أيضا نرحب بالأستاذ إبراهيم درمان رئيس نادي زناتة اللي تشرفنا اليوم بحضوره، وأيضا الأستاذ الهادي تليب رئيس مجلس إدارة نادي نجوم قرقارش، واحد الرجال اللي كان وراء إنجاح هذه الدورة. أيضا نرحب بالأستاذ يوسف حمودة أمين صندوق جمعية أسرة كرة اليد، والأستاذ الهادي الفزاني عضو مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ عبد السلام عمار عضو مجلس إدارة، وثلاثتهم لاعبين دوليين سابقين في المنتخب الوطني لكرة اليد.
أيضا كل الشكر للمحاضر الشخصية المحترمة الأستاذ حسن المهدي بن ملام على رحاب الصدر وعلى المعلومات القيمة التي تلقيناها في هذه الدورة خلال 3 أيام. البداية ستكون بكلمة مجلس الرياضة الجهة التي أشرفت على هذه الدورة، ويتفضل الأستاذ محمد محربي إلقاء هذه الكلمة. الشرف أن نكون على إيصال الدراية الكافية والمعلومة الصحيحة لتطوير مستوى الرياضة على مستوى ليبيا. طبعا بداية أرحب بالإخوة الحضور متلقين دورة الإدارة الرياضية، ونشكر أسرة كرة اليد على هذه المبادرة التي تنمي وتطور القدرات والكوادر الرياضية التي تشتغل في جل المؤسسات في ليبيا. طبعا ونقدم الشكر لمجلس الرياضة طرابلس اللي أشرف على هذه الدورة واللي لهم دور كبير في إرساء هذه التوابت التي تنمي قدرات الكوادر الرياضية. طبعا ولا يفوتني تقديم الشكر للأستاذ حسن مهدي ملام الذي كانت رحاب صدره واسعة، كان يحاول إيجاد المعلومة لتصل إلى أذهاننا حتى نرتقي بمستوانا إلى مستويات متقدمة. أخيرا وليس بآخرا بإذن الله حنكون على تواصل وعلى استمرار في إقامة هذه الدورات ولمستويات أكثر، وبإذن الله يعني في برنامجنا السنوي حتكون في دورات مكثفة في جل المجالات على مستوى الرياضة بإذن الله. نشكركم مرة ثانية ونرحب بكم وبارك الله فيكم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. احنا كأحد الحاضرين أول ما وصلتنا الدعوة ولقيناها في التواصل الاجتماعي، صفحات التواصل الاجتماعي، يعني شكرنا الله الحمد لله رب العالمين على أن في ناس مهتمة بتطوير المجتمع الرياضي في ليبيا. نبن نوجه قبل أن نشكر كل المهتمين بهذه الدورة، نوجه لكل أعضاء أندية الرياضية في ليبيا اللي هي القاعدة الأساسية في الرياضة في ليبيا، قاعدة الأساسية للاتحادات الرياضية، وهذا شيء مهم جدا إن هم يزيدوا ويهتموا في أنديتهم بمثل هذه الدورات لتطوير نفسهم، باش نقدر نكونوا عامل فعال في تكوين اتحاد رياضي فاعل، اتحاد رياضي سليم، اتحاد رياضي يخدم وفق القوانين واللوائح. هذا كله مهمتنا احنا كنا كأعضاء أندية، إن كل الأعضاء اللي يخدموا معنا في الأندية والإداريين يحضروا مثل هذه الدورات وندفعوا بهم، سواء شباب صغير أو حتى اللي وصل لعمر يعني متوسط، يجب أن هو يزيد من مداركه والمعلومات اللي عنده عن النواحي الإدارية. طبعا نبو نشكر نادي نجوم قرقارش أولا اللي هو استضاف هذه البطولة، نشكر الإخوة بمجلس طرابلس اللي دائما سباقين في مثل هذا العمل، نشكر كذلك الأستاذ حسن بن ملاهم اللي هو محاضر في هذه الدورة، وما يفوتناش طبعا الجهة الأسرة أو الجمعية أحد مؤسسات مجتمع مدني أسرة كرة اليد اللي كان لهم دور في التنظيم مثل هذه الدورة. نتمنى من كل مؤسسات المجتمع المدني اللي المهتمة بالرياضة إن هي تقوم بإعداد مثل هذه الدورات، ونتمنى من أيضا من وزارة إن هي تهتم بتطوير القاعدة الشعبية في ليبيا، قاعدة الرياضة الأندية الرياضية والعاملين في الأندية الرياضية. نأمل منكم جميعا كأندية رياضية إن كنتم تدرسوا جيدا جدا اللوائح والقوانين باش تبدأ في وجودك في الجمعية العمومية لأي اتحاد في ليبيا يبدأ ليك دور فعال ودور هام جدا. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.